الآن نعمل استيراد لملف الريد هانت. نعمله بهذه الطريقة، نجي فايل بعدين امبورت. الآن نختار مكان الملف، هذا هو طبعا، هذا هو الآن نختاره، نعمل له فتح، نعمل نكس. طبعا هنا بعض الاعدادات تستطيع انك تغير فيها وتضبطها، يعني مثلا عندك السي بي يو مثلا انا هخليه 4، هذا على اختيارك انت. الرام طبعا هنا 2. اوكي الان نضغط على امبورت، ايضا موافقة. طبعا هذه الاعدادات تستطيع انك تغيرها بعد ما تخش مرة اخرى على الفورتشال بوكس. نشوف الان طبعا بيعمل استيرادة، بيستورد الصورة الان، الصورة تكون بصيغة OVA. طبعا هي صورة ايمج للفورتشال بوكس، تشتغل على الفورتشال بوكس. الآن انتهينا، نقول 99 الآن خلاص. أوكي الآن انتهينا من استيراد الصورة، تجي تضغط على، طبعا إذا حاب إنك تغير في بعض الإعدادات تجي على سيتنج وتختار اللي هتغيره. طبعا ما مثلا ما عندنا في فلوبي، نشيل الفلوبي. الميموري ممكن تبي تزيدها، ممكن تزيدها من هنا أيضا. الرام، الفيديو، بهذه الطريقة. الآن نشغلها نشوف مع بعض، نعمل ستار. اوكي طبعا هذا اليوزر موجود، نفسه نكتبه اللي هو يكون الباسورد ايضا، صياد انت بعدين. هذه هي التوزيع الان، اشتغلت معنا طبعا شغال على فورتشال بوكس. هذه الأدوات الموجودة فيها، طبعا في أدوات تشتغل عن طريق
تيرمينال يعني واجهة نصية بس، وفي بعضها مع واجهة رسومية. زي ما قلنا الباسورد هو اللي حيكون انتر. نشوف مع بعض بقية البرامج. ممتاز. صراحة فيها برامج كويسة وأدوات ممتازة. طبعا هذه البرامج العادية اللي يحتاجها أي مستخدم للجهاز، موجودة طبعا في أغلب التوزيعات، أيضا في موجود ممتاز. برامج الصور، برامج الانترنت، هذا متصفح فايرفوكس. الأوفيس، برامج الصوت، طبعا
طبعا هذه مدونة ثورة اللينكس، مدونة خاصة بنظام التشغيل لينكس ويونكس، شروحات، أيضا اختبار الاختراق موجودة، وتوزيعات وتعريف بالتوزيعات. أهلا وسهلا فيكم، هذه المدونة الخاصة بنا. هذه برامج الصوت والفيديو، السيستم طبعا، هذا التيرمينال، سوفت وير ابديت، السنابتك برضه موجود اللي هو باكج مانجر، وممكن من هنا تنصب البرامج. مثلا جيدت، هذا الجيدت موجود، تعمل له مارك، اوكي. الان انستول ابلاي، الكوفي عندي برد. اوكي، الان حملنا الجيدت. طبعا من هنا تستطيع تحمل اي برنامج يعني تحتاجه. هذا الجيد اللي حملناه الآن، مثل ما شفتوا يعني توزيعها سهلة وبسيطة وجميلة، وبتشتغل مباشرة من الفورتشال بوكس. يعني هي عبارة عن صورة كاملة للفورتشال بوكس، تستطيع انك تحملها معاك اي مكان وتشتغل عليها مباشرة. كده الآن اقول لكم انتهينا من الشرح، ونقول لكم مع السلامة وفي أمان الله.